حبيبات كيف لقيتوا لاباس عليكم اموركم هانيه. مرحبا بكم في هذا النوفيل فيديو في ماشين يوتيوب صفاء بيوتي. لا فيديو ديال اليوم ما غاديش تكون فلوغ، ماشي ميك اب، ما حتى شي حاجه. لا فيديو ديال اليوم غادي نحاولوا اننا نهضروا فيها، غادي نحاولوا اننا نتقربوا لبعضياتنا شويه. نتوما غادي تقربوا لي من ناحيه الفيديو، انا غادي نتقرب لكم من ناحيه لي كومونتير. وبغيتكم حتى نتوما تجاوبوني وتكتبوا لي في لي كومونتير شنو هما الاهداف ديالكم، ولو غير حاجه يعني اللي فريمون باغا تحققها. لان الانسان بدون اهداف راه لا شيء، راه موت وحسن له من حياته. لان بكل صراحه الاهداف هي اللي كتخلينا نفيقوا كل صباح، الاهداف هي اللي كتخلينا ان نبغيو نخدموا، نبغيو نوصلوا، نبغيو نديروا شي حاجه. وانا دو جونغ ديال الناس او دو جونغ ديال العيالات اللي ما عزيزش عليا نبقى جالسه في الدار، ما عزيزش عليا يعني ما يكون عندي والو، انا ما نخدم والو، او لما يكون عندي حتى شي هدف ما نقدرش. يعني انا ماشي ديال انني نجلس في الدار ونطيب ونخمل ونبقى جالسه ونفس لاوتين كتعاود، واخا هذا راه بحد ذاته راه فريمون عمل. وشابو بزاف للعيالات اللي كيديروا هذا الشيء، راه حتى هذه خدمه. ولكن كنهضر كوتي زعما نوض ندير شي حاجه، ندير مثلا بروجي ديالي، نبغي نخدم، نبغي ندير شي حاجه، نبغي نوصل. انا من هاد لو جونغ كيعجبني، كيعجبني يعني انني ندير شي حاجه ولو تكون بسيطه، كيعجبني انني ندير شي حاجه ونوصل. واكيد لا 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 الخطوات كنمشيو خطوه خطوه، ميمكنش طيري، ميمكنش توصلي شي حاجه بالزربه، خطوه خطوه حتى كنوصلوا داكشي اللي كنبغيوه كاملين ان شاء الله. والله يسهل عليا وعليكم في داكشي اللي نويتو. دونك غادي نبداو لا فيديو ديال اليوم. انا كاتبه هنايا كاع داكشي ديال الاهداف اللي فريمون باغاهم، اللي فريمون باغا نحققهم في هذا العام هذا. كاين منهم اللي تعاودوا وكاين منهم اللي ان شاء الله عوالا انني نحققهم ان شاء الله الى كتاب. فغادي نبداو باول هدف اللي هو نولي اقتصاديه. انا انسانه كتخسر بزاف، كنخسر بزاف بزاف بزاف، وكنكونسومي بزاف بزاف بزاف، وفي التخربيق فوالا في التخربيق. يعني ما كنكونسوميش فلوسي في شي حاجه اللي هي للاستفاده، اولا نشري بها ذهيب نخبعو، اولا دي جونغ نشري مثلا شي حاجه هكا مزيونه، اولا نجمع تنشري شي حاجه زوينه وباينه اللي تبان. لا انا ماشي من هذا النوع، انا من داك النوع اللي شفت الحاجه في الزنقه غادي ناخذها، شفت حاجه واحده اخرى غادي ناخذها، شفت حاجه واحده اخرى غادي ناخذها. يعني انا من نوع الناس اللي ما تنحرمش راسي، وما ما نعرفش نحرم راسي. يعني الا شفت الحاجه خاصني ناخذها صافي. وكنخسر بزاف، اغلبيه شفتو انا اغلبيه ديال فلوسي فين كتمشي ليا، كتمشي ليا فاش كنمشي مثلا للمول، كنمشي لمرجان، كارفور، اونتر بارونتيز بيم، العيبات، كنخسر بزاف. يعني كنبقى نهز من هذه شحال من حاجه، كنجي كنلقى راسي بلي راه ديجا عندي، يعني راه كاينه ما كنمشي نزيد ناخذ منها. داكشي ديال الميكاب كنبقى نشري بزاف، بحال دابا كنشري ونخبع الحاجه كتكون باقا عندي، كنشري ونخبع الاخرى في المجار، ما كنتسناش حتى كتسالى الحاجه عاد كنمشي ناخذ. الفاست فود، الماكله الزنقه، كناكل بزاف انا من الماكله الزنقه. والماكله الزنقه راه هي اللي فريمون كتكونسومي لك الفلوس ديالك، هي اللي فريمون كتخسر لك فلوسك ديال بصح. والخرجات ديال الزنقه فهمتوا، يعني انا ما كنعرفش نسير راسي اقتصاديا، ما كنعرفش ابدا ابدا ابدا، لدرجه ان عمر قلت له انا ما تعطينيش نجمع لك، انا ما نجمع لكش اخويا فلوسك، جمع فلوسك راسك، دير طوستك راسك، ولا خلي فليزاتك في البنكه راسك، انا ما نجمع لكش. يعني داك مثلا السالير اللي كيبغي يخلي منه شي حاجه، يعني غيبغيني انا نجمع له، قلت له انا لست مسؤوله، انا ما نجمع لكش، لان غنخسرها. انا عارفه راسي كيما كنخسر فلوسي كيما غندخل له فلوسه حتى هو. فانا تبريت منه في الاول، قلت له ما تعطينيش فلوسك. زائد اشنو سميتو كيبقى يقول لي دابا انا كنخلص الضو، كنخلص الماء، كنتقدى ليك، علاش كتخسري فلوسك؟ فاش كتخسريها؟ دابا فاش كيبقى يهضر معايا كنلقى بلي كلامه صح، كيقول لي فاش كتخسري فلوسك؟ انا كنخسر بزاف. يعني كنحاول دابا غنحاول ندير ان بروغرام في لاجوندا ديالي اللي غنمشي عليه، يعني واحد السالير مثلا، السالير اللي كنشد غنحاول نمشي معاه، زائد الخدمه اللي عندي غادي نحاول نجمعهم ونمشي معاهم دقه دقه، ونقتصد اكثر ونتعلم نحرم راسي، غادي نتعلم نحرم راسي. ثاني حاجه اللي كانت في 2020 و2022 وفي حياتي كامله اللي هي ناكل صحي، نتعلم ناكل ماكله صحيه. دابا شنو نقول لكم،
مع الحمالة وليت كناكل شويه صحي شويه هكا شويه هكا، ولكن مازال ما وصلتش لذاك ليطات ديال الماكله صحيه 100%. نحيد عليا الفاست فود في مره، نبعد على داك الماكله ديال الزنقه في مره يعني، ونبدا ناكل ماكله صحيه، ماكله زوينه، خضار، فواكه، عصير طبيعي. نحيد عليا لي بواسون غازوز، نحيد عليا بزاف د الحوايج، يعني بزاف 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 الحوايج. نحيد عليا المعلبات، نحيد عليا ديك الماكله ديال الليل لي غراتان اللي قاصه كنطيب فيها دابا نيت. بزاف ديال الحوايج صراحه، خاصني نحيد بزاف ديال الحوايج، وخاصني نقي الماكله ديالي. خاصني نعرف شنو نبقى ناكل. حتى هذا الشيء داخل في انك كتكونسومي، هذا الشيء راه داخل في انك كتكونسومي. مثلا انا كنقول لكم ان عمر مكلف بالتقضيه ديال مثلا السكر، الزيت، الحليب، التقضيه الكبيره، يعني كي كنقولوا التقضيه الكبيره، انا كنشري دوك التفاتف، فرماج، شاركوتري، العيبه، كذا كذا كذا، فداك الشيء كنكونسومي فيه بزاف، فريمون كنخسر فيه. ما كي شوفي كتمشي مثلا للمول على حاجه كتزقي واخده حاجات وما كيدوزولكش حتى السيمانه، فريمون ما كيدوزوش حتى السيمانه. غير 100 درهم ديال التقضيه ديال الخضره وكذا كدوز لك النيت، و 100 درهم ديال دوك التفاتف ما فيها غير شويه 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 شوي من الحاجه. فغادي نحاول انني نبقى ناكل صحي، وغادي نحاول انني نبقى نطيب في الدار هكا. مثلا انا كنطيب بيان سيغ طويجنات، كنطيب هكا الحوت الابيض، الحوت الابيض كنعرف نصيبو، هذا نقليه، كندير تفتيفات كنعرف نديرهم. يعني غادي نحاول نرجع لهذا السيستم هذا، وانا نحاول ندير هذا السيستم هذا، هو اللي غيمشيني في صحتي وفي في جيبي. وديك الحاجه هذه اللي كان انسيست عليها ليا، نتعلم نبقى نخسر اكثر حاجه، يعني اكثر حاجه نخسر في الشهر 1000 درهم. اكثر حاجه نقدر نخسر في الشهر مثلا هي 1000 درهم بركه. بما انه ما عندي، يعني ما عندي حتى شي حاجه اللي غادي نشريها، 1000 درهم خاصني نمشي راسي بها في الشهر، واخا هي راها كثيره. انا كنخسر، شنقول لكم، كنخسر بزاف في الشهر، كنخسر بزاف في الشهر، كنخسر كتوصل حتى ل 5000 درهم في الشهر كنخسرها. فاش ما نعرف، فاش نجلس مع راسي تنقول صافا فين كتخسري الفلوس، شنو كديري، شنو. انا قلت لكم انا كنخسر بزاف، انا يدي من هنا ما فيهاش هاد البلاصه هذه، انا يدي والو، يعني كنخسر بزاف واحد الدرجه ما يمكنش. فغادي نحاول انني نبقى مثلا الشهر كامل، هذا الشهر كامل نخسر فيه اكثر حاجه 1000 درهم. صافي غنحط يعني الصالير ديالي الاخر غادي نخبعو، وغادي نهز 1000 درهم اللي هي 20000، وغادي نمشي بها راسي، حيت كنصرف على راسي بوحدي، يعني في داك الشيء ديال مثلا الميك اب، تخربيق، تخرجي تجلسي في كافي، شفتي شي حاجه هكا بغيتي تاخديها بحال هاد العيبات، فبيان سور ما خصنيش نكونسومي بزاف، فهمتوا؟ فغادي نحاول انني نمشي راسي بهاد 1000 درهم، وخاصو يبقى لي، خاصو يشيط ليا، خاص هاد 1000 درهم نشيط منها، وداكشي اللي غيشيط نخبعو فشي طويصه، فهمتوا؟ عاوتاني ناخد 1000 درهم ديال الشهر الاخر، عاوتاني نبقى على داكشي اللي كيشيط نخبعو ونديرو في طويصه. هادشي اللي كنقول انا، وعلى الله. هدف واحد اخر اللي هو ناخد تليفون. صراحه انا حامقه باش ناخد تليفون، غنتصطى باش ناخد تليفون، ولكن كاين اولويات دابا جايين في الطريق، اولويات هما قبل ما ناخد الايفون. دابا هذا اللي عندي اللي كنصور لكم به، عندي ال 11 برو ماكس، كنت خديته واقيلا في 2020. 11 برو ماكس صراحه زوين، الله يعمرها دار، خطير، كاميرا زوينه، الخدمه ديالو زوينه، خفيف، نقي، ما كان فيه حتى شي مشكل. الناس اللي خداو ال 11 برو ماكس ما كان فيه حتى شي مشكل، وخديته جديد. انا ما كناخذش بون اوكازيون، كنخاف من دوك بون اوكازيون، ما عرفتش علاش، وخا صراحه لا بلوبار ديال الناس اللي كنعرف كلهم تقريبا كياخذوا البون اوكازيون، كيصدق لهم زوين وكلشي، ولكن انايا كنخاف من البون اوكازيون، ما كنبغيش ندير ريبريز. مثلا نعطي تليفوني وناخذ تليفون واحد اخر، ما كنبغيش هاد القضيه، ما كتعجبنيش. بحال دابا هاد التليفون هذا، الا خديت تليفوني هذا غنعطيه لبابا، وهي غادا بحال هكا، فهمتوا؟ يعني انا ماشي من داك النوع اللي زعما نعطي التليفون مول التليفونات وكذا. فهذا كيف ما قلت لكم، الى سهل الله وخديت التليفون جديد، هذا غنعطيه لبابا ولا ماما وصافي، ما غاديش فهمتوا، ما غنديرش به ريبريز ان شاء الله. فكيف ما قلت لكم،
باغا تليفون، باغا يا اما 13 يا اما 14، دونك واحد فيهم. 13 كنسمع على انه خرج فيه لقاو الناس فيه شي مشكل، وكاين شي ناس عندهم خدام مزيان. و 14 ما عرفتش صح، 14 مازال ما سولتش هكا الناس اللي عندهم 14 كيفاش جاهم، واش في الخدمه زوين واش لا واش هادي. والثمن ديالو حد الان مازال طالع، كيدير 2 مليون، دونك حتى لدابا الثمن ديالو باقي طالع ما هبطش مازال. اختي ما بغاش يهبط، دابا باش يهبط هو خاص يخرج ل 15 و 16، عاد 14 غيهبط. فنتسناو اختي حتى يهبط، حيت كاميرتو زوينه، غنبقى نبان لكم هاي هاي فين بان كما كنبان دابا، غنبقى نبان لكم هاي. وغادي ندوزو للهدف السادس اللي هو لا الخامس اللي هو ناخد طوموبيل ان شاء الله. ضروره اختي ضروري الطوموبيل ضروري، واخا كنهز مثلا الطوموبيل ديال بابا، واخا الا فوق ما بغيتها ناخذها، واخا يعني غير كنقول له بابا راه بغيت الطوموبيل تيقول لي كي اسوات البزطام سيري دبري راسك. لا ضروري خاصك طوموبيلتك اختي باش فهمتوا. دابا انا واخا كنهز الطوموبيل بابا راه ما كنمشيش بها بعيد، وما كنبغيش نتحشى بها في وسط المعمعه، حدي مشيت بها واقيلا شي ثلاثه المرات ولا اربعه، ثلاثه المرات بالحساب ولا اربعه. اما الطباقي كنمشي غير من هنا للدار عندي لعندهم، ناخذ سخيره قريبه غير حدانا تما صافي. اما باش نمشي بها ما صراحه الطوموبيل ديال بابا نقيقيه فهمتوا، جوزون اللي بابا تيتهلا في حاجته ونقيه وعزيزه عليه حاجته. فانا واخا انت تكوني مثلا كتعرفي تسوقي بوتيتخ واحد اخر يقدر يقاسك بوتيتخ ما كتعرفيش شنو يطرى، وغير داك لو فيت ديال انك الو بابا قصت الطوموبيل اجي عندي، ولا الو بابا اجي عندي سكتات لي، ولا الله يحفظ. المهم كيوقعوا بزاف، فكنقول ما كنبغيش الصراحه ما باغاش، سورتو كانني فاش خديت البيرمي مازال ما سرحتش يدي مزيان، يعني ايه كنمشي وكنجي وهادي، مي مازال اختي مازال باغا نتحشى وسط المعمعه في لي رون بوين، ندور ندخل هنا نجي هنا نشد الطريق بها هكذا. فضروري اختي خصك طوموبيلتك سورتو دابا مع البيبي، فكنقول انه طوموبيلتي ضروري اختي باش نهني الدماغ ديالي. واخا تكوني شي طوموبيله قشيش بيا هي باش كتسرحي يديك في الاول وكتفهمتي كتوصلك تديك وتجيبك وهادي وهادي وصافي. المهم شي حاجه تكون نقيقيه وصافي، يعني ماشي ضروري خاصك شي طوموبيل ولا شي حاجه لا. وكانت واحد الماركه ديال واحد الطوموبيل ما نذكرش الاسم ديالها، كانوا بغاو يديروا معايا كولابوراسيون، والنوع ديال الكولابوراسيون اللي هي ناخذ الطوموبيل ونعطيهم واحد القد ديال الفلوس، ونبقى اشاك فوا ندير لا بوبليسيتي للطوموبيل وديكشي وديكشي وديكشي. المهم بحال هكا، فما بغيتش حيت انا او ديبار ما باغاش ناخذ طوموبيل جديده فهمتوا، انا ما باغاش جديد، انا في الاول نبدا بالجديد لا اختي، حيت مازال غنتساطح مازال غنتساطح، واللي شافني صاقي حيد من قدامي راني ما كنعرفش تشوفني صايقة حيد من حدايا ما تبانيش ما تبنفنيش حدايا. المهم شنو نقول لكم، ما باغاش نبدا بجديد بيان سور، انا بداخلي بشي حاجه قديمه نزرح فيها يدي مزيان، نضرب جد امها مزيان، نطلق يدي مزيان، من بعد عاد ديك الساعه تيسهل الله في ما احسن ان شاء الله يا رب. حاجه واحده اخرى اللي هي نخلي شعري طوال اختي لحقاش دابا كنقول غادي نقطعو، انا في داك الفيس ديال التقطاع، انا عزيز عليا الشعر قصير، وبعض الناس كيقولوا صفاء مين عز عليك الشعر قصير علاش كتبقاي ديريه طويل في يعني كتبقاي تلصقيه وداكشي، كنلصقو باش كيجي هكا لا فيديو شويه مبدله، كيكون عندي شوتين كنستخدمو باش كنجي مبدله، ما نجيش نفسي هي فهمتوا، نصور به شي فيديو كنجي مبدله فهمتوا، باش ما نجيش هي. فدابا راه شعري ها نتوما بلاتي نقلب لكم على شعري هنايا، بلاتي هذا راه شعري، هذا شعري شفتوه فين واصل دابا، هذا اختي راه ديالي ها هو، هذا راه شعري شفتو دابا فين واصل. فكنقول غادي نخلي شعري طوال، ما بغاش نقطعو، وانا سمعت على ان الحماله والرضاعه من بعد يعني مور الولاده الشعر ضروري خاصو يتقطع لان كيخفاف وديكشي، مي انا غنشوف الا خفاف لنا راه غنضربو غير شي شويه، ما خفافش راه غنخليوه يزيد يطوال، نشوفو عاوتاني اختي هاد الشعر طويل كيفاش غادي يجينا، نخليو الشعر عاوتاني اختي يطوال. انا مولفه ديما الكاغي الكاغي الكاغي، ولكن نتقوا شويه نقدر نصدمكم في اي لحظه. حاجه هادي مساله ضروريه 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 اللي هي نولي نخرج مره في السيمانه، مره في السيمانه نخرج، ماشي كل نهار يا نهار لا نهار يا نهار لا نهار يا نهار لا.
مره في الاسبوع الانسان يخرج، ونخرج معايا 200 درهم حابسه. واخا 200 راه كثيره، ولكن والمهم اختي، والمهم ما بين الطاكسي، ما بين هكا تشري شي حاجه، ما بين كذا، مزيانه. انا شنو كندير دابا فاش كنكون خارجه؟ كنخرج معايا مثلا 1000 درهم، 1500، 2000، ياك كنخرجها. علاش؟ كنقول نقدر نلقى شي حاجه د الحوايج زوينه، نقدر نلقى شي هميزه زوينه، نقدر. لا صافي هادشي حيديها، صافي غنخرج خارجه، نجلس في كافي، يا اما نختار، يا اما غنخرج نتغدى، يا اما خارجه ندير كافي العشيه ونرجع بحالاتي. بوان فينا، ما غندوش للمول نتقدى، لان ما عنديش لو بودجي باش نتقدى، وغنبقى نخلي لا كارت في الدار. ما غاديش فهمتوا، ما غنمشيش مثلا الجهه ديال الحوايج شوبينغ، نشوف الحويجات، ما غنمشوش. ما غنمشيش الجهه ديال لي بيبي، ما غنمشيش. صافي خارجه خصيصا بوغ كافي ونرجع بحالاتي، اولا بوغ ديوا ونرجع بحالاتي، صافي بركه. ف انا فهمتوا ديك القضيه اللي كندير، كنخرج وكنخرج معايا الفلوس بكثر، وكنقول راه يمكن نلقى مثلا، نلقى شي بروموسيون، يمكن نلقى شي حاجه د الحوايج زوينه، يمكن كذا يمكن كذا. فهاد القضيه هادي ما كتسلكش اختي، ما كتسلكش ابدا، وما غتمشيش بها القدام، وما غديري حتى شي حاجه ترجعي عليها، خديها من عندي. ف دابا كنقول يعني مره في الاسبوع نخرج، نهار في السيمانه نتفطح اختي، نجلس، ولكن نتفطح بالقياس، نجلس في كافي، سواء نفطر، سواء نتغدى، سواء العشيه. وان فينا ماشي نديرهم كاملين، انا كنت كنديرهم كاملين، كندوز القهوه نفطر، نمشي اختي نضرب دويره في المول ولا هذا، ندوز نتغدى، نجلس عاوتاني نمشي نضرب دويره في شي بلاصه اخرى، موراها نرجع للكافي ناخذ اختي شي كريب وشي عصير وشي حاجه، ونبقى جالسه هري دري هري دري، عاد ناخذ طاكسي ونرجع للدار. ما بلانش كنكونسومي بزاف بزاف، وما كتستافدي والو من هادشي. كنقول ان شاء الله يا ربي مورا الولاده، الله يفكني على خير، الله يجيب لي ولدي بصوره كامله مكموله، والله يسهل عليكم كامل داكشي اللي كتمنوا. كنقول مور الولاده غيكون واحد شويه ديال الريجيم، لان الدكتور اللي متبعه معاه قال لي اه يا اختي، اه يا اختي، اه يا اختي مازال صغيره، واش هاد الشحومات، اش هاد الشحومات عندك؟ قال لي جمعي راسك. فكنقول مور الولاده، ابغ هاد الشيء انا يعني ما باغاش تكون عندي تقالي الكريشه مور الولاده، وكتولي ضروري خاصك تلبسي داكشي مثلا هكا مفخفخ عليك باش ما تبانلكش الكرش ضروري هادي، وانا باقه صغيره اختي، وداك لو بواز زايد بزاف كيهلك الصحه، كيهلكك في الجمال ديالك، في كلشي ديالك. فكنقول انه غادي ندير هكا ريجيم، نقدر ما يكونش ريجيم لانني ما غريضاش بزاف، يقدر ما يكونش ريجيم، ولكن تكون ماكله صحيه 100%، وتكون ماكله بالقياس. صافي ماكلت لي البوز 8 مثلا، 8 7 6 الله يجعل شي بركه، ما كاين لا ماكله لا والو، الا جعت ضامن مسوس. بوان فينا، شوف راه عندي بروغرام، اكون هاني اختي غتبقى متابعاني وتشوفي البروغرام ديالي كي داير. سمحوا لي، زائد لاصال، لاصال ماشي ضروري، يعني سي با اوبليجي، انا كنقول لاصال نمشي لها الا خديت الطوموبيل ان شاء الله، نمشي لاصال باش نبقى نديبلاصا، حيت انا ما كيعجبونيش كتجني لاصال تكون ما فيهاش الكوتش، وفيها غير داك الماتيريال الماكينات وديكشي، كتدخلي الكيت ديالك كتريني كتهزي سويكك كتمشي بحالاتك. فسمحوا لي كان شي صداع، كان شي صداع حدا السترجل، داكشي اللي قطعت لكم الفيديو ووليت طلقت. فكيف ما قلت لكم انا كتعجبني لاصال، ما كيعجبنيش داك الكوتش، ويبقى يقول لك ها شنو ديري، ولا الكوتش مرا تقول لك ها شنو ديري وشنو تفعلي، ديري هكا الحركات. لا كيعجبني داك لاصال اللي كالم، كتدخل اختي كتحط سويكك كتبدلي حويجاتك كتمشي لاماشين اللي بغيتي كتريني حتى كتسالي، ونوضي هزي ساكك خرجي بحالاتك، امارش الله يعاون. هادشي اللي كيعجبني انايا، و صافي ان شاء الله. و حتى ما كانش لاصال اوموا غنبقى نتريني في الدار اختي، بعدا في الدار نشري الطابي ونجلس اختي نتريني، ولو حتى ساعه ولو حتى نص ساعه في النهار مزيانه، بلوس الريجيم رانا اكيد. حاجه اللي زوينه واللي انا طبقتها، اللي هي طبقتها هذه وقيلا عام وزياده ولا اكثر، اللي هي كتحيدي عليك لي بيرسون الخايبين، ايفيت عليك. شوفي الله يجعل تكون العشره بيناتكم حتى مليون عام، ما كنهضرش على دي كوبل ولا لا، تنهضر لك على صاحبتك، شكون ما بغى يكون، شكون ما بغى يكون. ايفيت عليك لي بيرسون اللي تيعطيوك طاقه خايبه، اللي فيهم الانتقاد بزاف، اللي كتشوفيهم ما دايرين والو في حياتهم غير تضيعوا لك وقتك وصافي، يعني ما داير حتى شي حاجه في حياته غير مضيع لك الوقت ديالك وصافي. ايفيتي عليك، ايفيتي عليك لي بيرسون اللي ما تيحفزكش، ما
نوضي نديرو نوضي نفعلو خصنا نفعلو خصنا نتركو خصنا نديرو ايفيتي عليك. قصحي قلبك شويه الحاجه معانا. قصحي قلبك شحال هادي ما درت معاكم دوك المواضيع ديال نوضي تقعدي وشمري على دراعك، راه ما كاينش اللي يعقل عليك. راه انت عندك الفلوس وعندك والديك وعندك صحتك وما عقل عليك حتى واحد. تخيل يمشيو لك هادو بثلاثه، تخيل هادو بثلاثه يمشيو، راه ما كاينش، راه ما كاينش اللي يعقل عليك. دونك قصحي راسك قصحي قلبك، كوني كابابل، بعدي عليك الناس الخايبين اللي فريمون ما غتستافدي منهم حتى شي حاجه. ايفيتي عليك دوك صافي. شوفي دوزنا سنين بزاف وضحكنا وتفلينا وضيعنا ودرنا بزاف د الحوايج، دونك يمكن جا المومون باش اننا نزيرو راسنا، جا الوقت باش اننا نديرو شي حاجه زوينه في حياتنا، شي حاجه اللي تزيد بينا للقدام، شي حاجه اللي تبان علينا. دونك اجي انا وانتي 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 اللي كتفرجي، اجي ونديرو هاد التحدي مع بعضياتنا ونحاولو نغيرو من راسنا. جلسي مع راسك، جلسي مع راسك وحطي كتيب ورقه وستيلو، كتيب ورقه وستيلو ولا اللي بغيتي، المهم ستيلو ورقه اولا كتيب وستيلو، وكتبي كاع داكشي اللي فيك خايب، داكشي اللي باغا تحيديه من راسك، حيديه هاد السنه هادي وبدلي راسك، لان ضيعنا الوقت بزاف وتفلينا بزاف وما استفدنا حتى شي حاجه. اي سينو لي زامور ديالي كانت هادي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى فريمون انها تكون عجباتكم، وكنتمنى انكم تخليو ليا في لي كومونتير الاهداف ديالكم، غنقراها وحده بوحده وحده بوحده. نشوف الاهداف ديالكم تنتوما، ولو غير هدف واحد اللي فريمون باغيين تحققوه وباغيين ديروه في هاد السنه هادي. وكنبغيكم بزاف ونشوفكم ان شاء الله في فيديو الجاي. باي باي عليكم.